السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين هانيين كلشي وهداك؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في الفيديو الجديد. بما انكم كتبغيو لي زايفون وكتسولوني بزاف اليوم عاوتاني غادي نهضروا على واحد الايفون اللي مني الله خرج كان دار واحد الضجه الكبيره. هذا الايفون هو ال11 برو ماكس، وكما تعودنا غادي نشوفوا واش كيستحق الشرف 2022 ولا لا. فبلا ما نطول عليك، كيف العاده الا كان ممكن تزيد تخلي واحد اللايك وتشترك بالقناه، واهم حاجه هي تفعل الجرس باش فين ما نلعب شي فيديو يوصلك. ما تنساش تابعنا على الانستغرام حيت كنحط فيه واحد الفيديوهات اللي اختار واللي غادي تستافد منهم. المهم الانستغرام ديالي غادي نخليه لتحت في الوصف ديال الفيديو وفي التعليق الاول. نبدا على بركه الله. الا قلتوا معايا فاش يلا خرج الايفون 11 برو ماكس، اكثر حاجه كان كيتميز بها اول حاجه عندك الشكل ديال الكاميرات، لان اول ايفون كان كيجي بثلاثه ديال الكاميرات. وثاني حاجه كان كيتميز بها هو اللون ديالو، بالخصوص هذا اللون اللي عندي بحال اللي قلتي خزي ولا زيتي. ودابا حاليا واخا التليفون عامين باش خرج الا ان التصميم ديالو باقي واعر، ومنك تشدو في يدك كتحس بيه بريميوم. وانا بصراحه هذه اكثر حاجه كتعجبني في الشركه ديال ابل، لانك تخليك تحس بالفخامه في البرودويات ديالها. ما علينا، الظهر هنا كيجينا من الزاج، وبالنسبه للجناب ديالو كيجينا من السلاستيل اللي هو الفولاذ المقاوم للصدع. الحاجه اللي زوينه في 11 برو ماكس واللي فقدناها في السيري ديال 12 هو الشكل ديال الحواف ديالو. الجناب هنايا مايلين واحد شويه، وهذا الشيء اللي غادي يخليك تولف على الشده ديال التليفون دغيا. واخا التليفون كبير بزاف غتولف على الشده ديالو. 12 الجناب ديالو مسطحين ماشي دايرين بحال ما هذا، اي تما الشده ديالو زوينه وكتحس بيه محكومين في اليد، ولكن هادشي في حال خديتي الدوز العادي او الطريز العادي. اما الا خديتي مثلا الدوز برو ماكس او الطريز برو ماكس راه غادي يعذبوك، لان الجناب ديالهم كما قلت لك مسطحين ماشي دايرين بحال ما هذا. المهم الخلاصه اللي بغيت نعطيك، هاد الجناب اللي دايرين عندنا هنايا احسن من الجناب المسطحين اللي كاينين في الدوز والطريز. هذا مكان انا كندور لك بالنسبه للبرو ماكس يعني الكبير كاع. اما كنتي غتاخذ غير الطريز بحال هذا اللي عندي او دابا منين كاين مع الكاميرا راه بخير، واخا الجناب ديالهم مسطحين تشدو وانت مرتاح. الكاميرا اش كيجيو على هذا الشكل، ولاحظت باللي كيبانوا صغار شويه مقارنه مع الايفون 13 والله الا صغار. المهم الا مشينا اليمين غادي نلقاو الزر باش كنشعلوا التليفون، وغادي نلقاو حتى البلاصه اللي تقدر دير فيها كارت سيم. على اليسار غادي نلقاو الازرار ديال الصوت وهذا البوطون اللي تقدر تحيد بها الصوت او ترجعو. اما الى هبطنا للاسفل غادي نلقاو الميكروفون الخاص بالمكالمات والمنفذ ديال الشحن والسبيكر. شوف من خلال التجربه ديالي لي زايفون لاحظت باللي احسن سبيكر او احسن صوت تقدر تلقى في شي تليفون هو اللي غتلقى في الايفون. فعلا الصوت هنا شي حاجه اللي واعره، كتحس بالصوت كيخرج غليظ ومسموع. وبطبيعه الحال الصوت اللي عندنا هنا راه ستيريو. ما علينا سيدي، ندوزو دابا للشاشه. ال11 برو ماكس كيجينا بشاشه اللي الحجم ديالها 6.5 بوص من نوع اوليد مع دقه فول اتش دي بلس، كدعم اتش دي ار 10 وحتى الدولبي فيجن. والصوت ديالها كيوصل حتى 1200 نتس، يعني ما عمرك غادي تلقى مع شي مشكل سواء خدمتي بها لداخل يعني في الدار او اللي خرجتي للزنقه وكانت الشميشه ضاربه مزيان، كلشي غيبان لك هو هذاك، لان كما قلت لك الصوت ديالها طالع. اللي عجبني فيها بزاف لقيتها مخيره في الفراجه، لان اول حاجه كما قلت لك كبيره الحجم ديالها 6.5 بوص، وثاني حاجه الالوان ديالها مخيرين. وكما كتعرفوا اي واحد عزاز عليه الافلام اولا مثلا كيدخل اليوتيوب بزاف وما كيخرجش منها كيحتاج واحد الشاشه اللي كبيره، وهذا الشيء هو اللي غادي تلقاه في الشاشه ديال 11 برو ماكس. الصوت ديالها طالع، الالوان ديالها زوينين، الحجم ديالها كبير. المهم اي حاجه كتقلب عليها عندك هنايا. ونجيو دابا للنقطه اللي كتميز بها شركه ابل على كاع الشركات اللي هي الاداء. هذا الهاتف كيجينا ب 13 بايونيك مع 4 جيجا في الرام. انا دابا حاليا عندي الايفون 13، هذا عامين باش خرج، مني خدمت به ما لاحظتش الفرق بحال اللي خدام بالطريز عادي، نفس الاداء في التليفونات بجوج. وهذه اكثر حاجه كتعجبني او الحاجه اللي كتميز بها شركه ابل على باقي الشركات. شتي تجيب الايفون ويت 5 سنين دابا تقريبا باش خرج غادي تاخذ نفس السلاسه اللي كاينه هنايا. يقدر يبدا يبان لك واحد شويه ديال الفرق الا مشيتي قصرتي مثلا في بابجي، اما الا جيتي غير من ناحيه الاداء والتنقل بين التطبيقات غادي تاخذ نفس الاداء فيهم كاملين وما غاديش تلاحظ الفرق بيناتهم. وهذه هي الحاجه اللي كتخلي بزاف ديال الناس كيتعلقوا بالايفون، لان النظام سلس لواحد الدرجه الكبيره. المهم الاداء هنايا 10 على 10 ما عندي ما نعيب عليه. غاتاخذ التليفون غتهنق، ما كاينش ديك اللعبه ديال حقه غيطلاقا ولا يتقابل شي حاجه بحال ما هكا، اهني راسك. بالنسبه للدراري ديال الجيمين ما نسيتكمش، جربت عليه بابجي وبصراحه خدام عليه مخيره وما لقيتش معاه حتى شي مشكل. المهم الا طلعتي الجرافيك على حده غادي تاخذ غير 40 اف بي اس، اما الا هبطتي واحد شويه هنايا غادي تقدر تاخذ 60 اف بي اس. ومن بعد ما قصرت فيها ما لقيتش معاه حتى شي مشكل، ما كان لا دروب فريمز لا لاج لا حتى شي حاجه. المهم اي واحد مهتم بالالعاب كنصحو بهذا التليفون. الا جينا لعوامل الامان، كما كتعرفوا الايفون كيكون عندك يا الكود يا الفيس اي دي. جربت هنايا الفيس اي دي، الاداء ديالو كان مخير. وبالنسبه للمستشعرات ما كاينلاش نهضروا عليهم، لان اي حاجه غتحتاجها عندك هنايا. بالنسبه للباتري الايفون 11 برو ماكس كيجينا ب 3969 ملي امبيرور وكيدعم لنا الشحن السريع ب 20 واط. المهم الا كانت الخدمه ديالك متوسطه او عاديه كون اكيد انه غيكملك النهار كامل بلا حتى شي مشكل. غير هو الا كنتي غتاخذو مستعمل حاول تاخذ لك ليطا ديال الباتري تكون من 90 والفوق. ونجيو دابا للكاميرات. ال11 برو ماكس كيجينا بثلاثه ديال الكاميرات. الكاميرا الرئيسيه كتجينا ب 12 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانيه الترا وايد حتى هي كتجينا ب 12 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثه ديال التليفوتو يعني هي اللي كتقدر تزومي بها بلا ما تضيع في اولا تقلل من الجوده ديال الصوره حتى هي كتجينا ب 12 ميجا بيكسل، وكتعطيك هنايا 2 اكس اوبتيكال زوم. شنو كنقصد باوبتيكال زوم؟ كما قلت لك اوبتيكال زوم يعني زوم حقيقي، كتقدر تزومي بلا ما تطيح من الجوده ديال الصوره. اما بالنسبه للكاميرا ديال السيلفي حتى هي كتجينا 12 ميجا بيكسل. من بعد ما جربت الكاميرات في هذا الهاتف بصراحه باقيين مخيرين وتقدر تعول عليهم. واي واحد باغي كاميرا اللي تكون خطيره وما عندوش جهد مثلا الدوز برو ماكس او الطريز برو ماكس كنصحو غير بهذا، راه قاضي الغرض. وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، راه غندير لكم واحد المقارنه في ستوريات غنقارنوا الكاميرا ديال 11 برو ماكس مع الطريز العادي. المهم الانستغرام ديالي غتلقاه في الوصف ديال الفيديو وحتى في التعليق الاول. وكيف العاده غنخلي لكم بعض الصور باش انتم تشوفوا داكشي كيفاش داير.
بالنسبه اللي متهم بالفيديو هذه التجربه ديالو كيقدر يصورنا بالفور كي حتى السي اطار في الثانيه وكيقدر يصورك حتى بالفور اتش دي مع السي اطار في الثانيه وبالنسبه للسلو موشن واقيلا كيصرح حتى 120 اطار في الثانيه الحاجه اللي زوينه هو انت كتصور فيديو كتقدر تصور كتقدر تجيب الالترا وايد في نفس الوقت هذا هي الناس العاديه وهنا الالترا وايد الايفون 11 برو ماكس كيجينا بثلاثة ديال النسخ وهاد النسخ بثلاثة كيجينا ب 4 جيجا في الرام المهم النسخة ديال 64 جيجا في مساحة التخزين الا بغيتها في جديد ما عرفتش بعدا واش باقي بجديد ولا لا المهم في حال لقيت شي حدا حاصلة غتلقاها ب 7900 درهم والا بغيتها في المستعمل غتلقاها بديك 6500 درهم بحال هكاك هاد الاثمنة اللي عطيتك بالنسبة للنسخة ديال 64 اما كل ما 6 جيجا يعني 128 و 256 كل ما 6 جيجا زيد معاه واحد 400 درهم ولا 500 درهم بالنسبة للرأي ديالي في هاد الايفون بلا ما نطول عليكم ايفون اللي متكامل وما لقيتش ما نعيب عليه واش يستحق الشراء في 2022 ولا لا جاوب هو يستحق الشراء والزياده المهم اي واحد باغي يدوز برو ماكس او لا 13 برو ماكس وما عندوش ليه جد كننصحو غير بعدا راه مخير كاميرا زوينين اكرون زوينه كلشي هو هذا شي واخا يكون عندك فلوس ديال دوز برو ماكس ولا 13 برو ماكس انا كنصحك تاخذ غير هذا وداكشي اللي غيشاد لك تقدر تشري به حاجه اخرى ونصيحه اخ ملي تبغي تشري حاول تاخذو عند شي مول المحل باش الا لقيتي فيه شي مشكل ترجع عنده حيت تقدر تاخذو مثلا من افيتو ولا ماركت بليس تلقى فيه شي مشكل تبغي تدوي مع مولا يبلوكيك ايوا انت تصيدتي وحنا ما نبغوش لك هادشي هادشي واخر حاجه وهي الا بغيتي تعرف كيفاش تقلب ايفون جديد اولا مستعمل قبل ما تشريه راه غادي نخلي لك اللينك ديال الفيديو في الوصف ديال الفيديو اللينك ديال الفيديو في الوصف ديال الفيديو ما عمرك فهمتوني يقدر يكون طالع لكم دابا شي واحد هنايا ايوا هذا مكان في امان الله